السلام عليكم، بعرض لكم كيس وايد حلوه فيها نقاط مفيده زين موجوده في كتاب كلينيكال بروبلم سولفنج ان دنتستري. وهو هذا كتاب عباره عن كيسات تقريبا 65 كيس او 66 كيسز زين، يعرضون فيها صوره ومعاها شويه هيستوري مع مقدمه، وبعدين يبتدون يشرحون عن هذه الكيس و النقاط اللي ممكن نستفيدها من هذا الكيس. مثل ما شفتوا في الصورة اللي فاتت، الكيس عبارة عن مريضة عمرها 30 سنة، بدأت تطلع عندها الراش هذيلي بالوجه زين، وكانت ماخذة مضاد حيوي أموكسوسيلين زين. ف يعني من بدايه العلامات والساين مبين ان الموضوع له علاقه في الالرجي، والالرجي عندنا انواع وايد، في منها البسيط مثل الرعاش ومثل الارتكاريا زين، ومنها اللي شويه نوعا ما اخطر اللي هو البرونكوسبازم زين، وفي منها عادي شديد اللي يسمونه انفلاكتيك شوك. فاللي صاير عند المريضة هني إن أخذت أموكسيسيلين، وأموكسيسيلين يعتبر من الأدوية اللي يصاحبها نسبة كبيرة من الألرجيك رياكشن مع فئة كبيرة من الناس، وممكن تكون عاد شديدة اللي يسمونها الأنافيلاكتيك شوك، اللي عاد تصير ضيق تنفس كبير ينتج عنه توقف في التنفس، وبعدين ممكن يصير حتى زين، وبعدين نبتدي في سيكونس أدوية معينة لازم نمشي عليه حسب رياكشن. اذا كانت فيري سيفير لازم يكون شديدين ونمشي فمثل ما قلنا الالرجيك رياكشن بعضها خفيف وبعضها متوسط وبعضها شديد. الارتكاريا عباره عن حكه في الجسم، الراش عباره عن بقع حمراء تطلع في الجسم في اي مكان، البرونكوسبازم معناته ضيق في التنفس، الانافيلاكتيك شوك عاد هذه تشمل كل اعراض او كل انواع الالرجيك رياكشن وتكون فيري سيفير ولايف ثريتنج اذا ما سيطرنا عليها بشكل جيد، يوقف عند الاير واي كله يوقف زين، وممكن اذا ما صار في مانجمنت بشكل جيد ممكن تنتهي بالدث زين. ليش صار عندنا الرجيك رياكشن بالاساس؟ بعض الناس عندهم شويه اختلال في الجسم فيشوف اشياء طبيعيه كانها ماكروبات ويبتدي يهاجمها زين، ففي هالحاله المريض عنده حساسيه من الاموكسيسيلين فيبتدي يفعل الميون سيستم عنده ويبتدي يصير في تفاعل بينه وبين الاموكسيسيلين هذا اللي دخل زين، ويتم افراز انفلاماتوري ميدياتور بشكل كبير وخصوصا الهيستامين. الهيستامين شنو يسوي؟ يروح حق الماست سيلز، نوع من انواع السيلز اللي موجوده في الجسم، ويخليها تطلع كل الافرازات اللي فيها وتطلع عندنا الهيستامين بشكل كبير والانفلاماتوري ميدياتور. هذه عاده حسب اما انها تسوي ارتكاريا اللي هي الحكه اللي قلنا عليها، او راش تطلع مثل البقعه اللي قلنا عليها، او تبتدي تروح حق الشعب الهوائيه البرونكيولز وتروح عند الشعب الهوائيه وتسوي فازو دايلاتيشن حق الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الشعب الهوائيه، فتزيد الفلويدز اللي موجوده ويقل المكان اللي مفروض انه يمر فيه الهواء، فيصير عندنا صعوبه تنفس، واذا زادت هذه الافرازات والسوائل في الشعب الهوائي ينقطع النسم مره واحده ويتسكر الايروي. لذلك المانجمنت يعتمد على شنو؟ اول شيء محتاجين نقلل هذه الافرازات، محتاجين نسوي فازو كونستراكشنز حق الفيزلز هذه، محتاجين نحافظ على دقات القلب بشكل جيد، ومحتاجين نحافظ على التنفس بشكل جيد. زين، شلون نسوي مانجمنت حق مثل هالحالات؟ اول شيء نوقف شغلنا، نطمن المريض ان ترى انت في امان، لكن محتاجين نسوي شويه خطوات عشان نحافظ عليك ونحافظ على صحتك. نبتدي حسب الحاله، اذا كانت يعني مو وايد سفير بس شويه حكه وشويه راش، فيكفي ان احنا نعطي اكسجين ونعطي الانتي هيستامين لانه راح يوقف عمل الهيستامين الموجود في الجسم ويقل الافرازات والامور هذه والحكه، وممكن نعطي كورتيزون بعد كوقايه. اذا حسينا ان الموضوع سفير
صار في عندنا ضيق تنفس ومتوقعين او شاكين انه بيصير انفلاكتيك شوك، اول شيء نبتدي نعطي ادرينالين. ليش ادرينالين؟ لان ادرينالين راح يسوي فازو كونستريكشنز حق الفيزلز الموجوده في الجسم بشكل عام، ومينلي اللي موجوده في الشعب الهوائيه، فتوسع شويه مجرى الهواء. وايضا الادرينالين راح يحافظ على دقات القلب، لانه هو راح يعمل على زياده دقات القلب ويضمن ان دقات القلب تشتغل بشكل جيد، ما تكون في البراديكارديا. بعدين اكسجين نعطي، نخلي المريض فلات بوزيشن. انزين، وبعض الناس تقول ابرايت بوزيشن، بصراحه انا ما وصلت حق يعني قناعه في هذا البوزيشنينج ماله. وبعدين نعطي الانتي هيستامين، قلنا عشان نقلل فعاليه الهيستامين اللي طلع من الجسم. وبعدين ممكن نعطي الكورتيزون عشان نخفف الانفلاماتوري رياكشن بشكل عام. وبعدين ندق على الاسعاف ياخذون المريض. ولازم ننتبه ان الادرينالين صدق انه مفعوله قوي وسريع، لكن بسرعه يروح، لذلك لازم تكون عيننا على المريض، ممكن نحتاج نعطيه ادرينالين مره ثانيه.